سألت برضو التطبيق تقنية الفيديو أو الـ VAR إلى أي مدى ممكن تطبيقها وعقبات تطبيق أيضا هذه الخاصية؟ حضرتك بتتكلمي مع حاجه مهمه جدا، والنادي الاهلي طرح حاجه مهمه جدا ان هم ان اتحاد الكره يطبق الفار، بس واضح قوي ان يعني في خيال شويه من في هذا الطلب، لان عشان احنا نطبق الفار عايزين تكنولوجيا مش موجوده، وعايزين امكانيات مش موجوده، وعايزين 33 كاميرا، وعايزين مركز تحكم تكنولوجي، وعايزين كاميرات تختلف عن كاميرات اللي بتنقل المباريات. طب الاول نجيب للحكام سماعات، ونجيب الرذاذ المتلاشي، الحاجات اللي هي رخيصه قوي سهله قوي تتجاب، بعد كده نفكر في الفار. الفار تقنيه صعبه وباهظه الثمن وعايزه وقت كمان عشان تتعمل. يا ريت تتعمل. هل يا استاذ حسن حضرتك شايف انه في مبالغه بشكل او باخر في طلبات او في البيان النادي الاهلي اللي توجه به لاتحاد الكره؟ شايفه احيانا المثاليه بتبقى فيها مبالغه لما تكون بعيده عن الواقع. انا بقول ان في مبالغه طبعا، لان في بعض الطلبات من جانب النادي الاهلي بعيده عن الواقع تماما، زي الفار مثلا. ده حاجه صعبه جدا تتعمل، يا ريت تتعمل في الخمس سنين اللي جايه، مش اول بكره او الموسم ده. يا ريت يبقى في كده خطه ان احنا يبقى عندنا بعد سنتين ثلاثه خمسه تقنيه الفار، يا ريت نوصل لها، بس يا ريت كمان نوصل النقل التلفزيوني الصح والصحيح والجميل والاخراج الجميل. فنحسن حاجات كثيره، الكره محتاجه انها تتحسن لانها صناعه مهمه قوي. ولكن في نقطه التحقيق مع حكم المباراه والطاقم، انه منعهم من اداره مباريات اخرى، الى اي مدى برايك انه يحق للنادي الاهلي انه يطلبه؟ كان كثير تم استبعادها من اداره مباريات لفترات مختلفه حسابا او عقابا لاخطاء وقعت منها، انما فكره التحقيق، ما هو برضه التحقيق ده ليه شروط وليه معايير. لو الاخطاء متعمده، لو في يعني في اخطاء كارثيه بحاجات خارج انا مش عايز اسميها يعني زي ما بيتقال، لكن لو في اخطاء تتعلق بالذمه الماليه، ده طبعا بيبقى عايز تحقيق، وده اللي قاله رئيس لجنه الحكام. انما دي اخطاء بترتب عليها استبعاد وعقاب لفترات مختلفة حسب قدر الخطأ اللي وقع من الحاكم، لكن برينو رودين لوحده ما يتحملش برضه المسؤولية، لأن طاقم التحكيم كله يتحمل المسؤولية، إن في مساعدين كانوا يقدروا يساعدوا الحاكم في اتخاذ القرار الصحيح. على الرغم من إنه كابتن عصام عبد الفتاح اللي هو يعني طبعا رئيس لجنة الحكام رفض هذه المسألة، قال إنه ليه نفتح يعني التحقيق بيكون تحت بعض البنود المحددة، منها إنه يكون خطأ متعمد أو يكون هناك خطأ مالي أو في الذمة المالية أو بعض هذه الإجراءات الإدارية. ده سبب رفض فكرة التحقيق، لكن فكرة العقاب والاستبعاد اعتقد انها وارده. استاذ حسن، تعتقد الازمه هتنتهي ازاي في ظل تهديد الاهلي انه يخرج من الدوري؟ حضرتك بقى بتقولي سؤال مهم جدا، حكايه انسحاب دي لا دي بقى زادت عن الحد، سواء من الاهلي او من الزمالك. عيب قوي لما يبقى اكبر ناديين في مصر كل شويه بيقولوا احنا انسحب مهما كانت المخالفات والاخطاء. هو بيحاول يدافع عن حقوقه، ده حقيقي وده سليم، لكن في قواعد كثيره جدا او في خطوات كثيره قوي ممكن اي نادي يتخذها عشان يدافع عن حقوقه. حتى مجرد البيان ده شكل من اشكال الدفاع عن الحق، انما فكره الانسحاب كل شويه نادي يطلع يقول انا بنسحب لو ما حصلش كذا، انا ما شفتش ده بيحصل في كوالالمبور حتى. ما ينفعش ابدا ان في انديه كبيره في العالم او انديه كبيره سواء في مصر او في غير مصر كل شويه تطلع تقول انا بنسحب عشان الحكم عمل كذا، انا بنسحب عشان اتحاد الكوره عمل كذا او ما عملش كذا. لا، فكره الانسحاب دي مش في الرياضه خالص، ما لهاش علاقه بالرياضه، وكل من يردد كلمه الانسحاب في مجال الرياضه في مصر او في غير مصر لا لازم يفكر قوي هو جدير بالمكان اللي هو فيه ولا لا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ حسن المستفاوي، الكاتب والناقد الرياضي.